العدوان الأمريكي على سوريا هو الذي استدعى ضرورة المشاورات بين الحلفاء. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يناقش مع نظيره السوري وليد المعلم ما يجب إنجازه للتقليل من آثار هذا العدوان. من الناحية العسكرية، روسيا ستعزز القدرات الدفاعية السورية لتفادي تكرار ما جرى في الشعيرات. أما من الناحية السياسية، فقد أحبطت موسكو في مجلس الأمن محاولة الغرب شرعنة الضربة الأمريكية. وبعد انضمام محمد جواد ظريف إلى لافروف والمعلم، سيكتمل مثلث الحلفاء ليصار إلى التنسيق بهدف منع تدهور الأوضاع السياسية والعسكرية وتفويت الفرصة على تقويض الجهود الرامية إلى تسوية سياسية في سوريا. أنا أصر على ضرورة إجراء تحقيق مستقل وموضوعي من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مع إشراك الخبراء المستقلين، ولدينا أمل بأنه على الرغم من كل هذه الحوادث السلبية التي شاهدناها في هذه الأيام الأخيرة، فإن الموقف لصالح أنه لا بديل عن العملية السياسية، وقد تم تأكيدها بالأمس من قبل وزير الخارجية الأمريكي تيلرسون. من المؤكد أن نتائج لقاء لافروف وتيلرسون ستكون على مائدة مباحثات موسكو الثنائية والثلاثية، إلا أن السوريين على ما يبدو يشككون في نيات واشنطن. لابد أن نعبر عن تقديرنا العالي شعبا وحكومة وقيادة لفخامة الرئيس بوتين وللشعب الروسي الصديق على الموقف المبدئي الذي اتخذوه إزاء العدوان الأمريكي. لكن السؤال، هل توقفت نوايا العدوان على سوريا؟ أنا أعتقد أنها لم تتوقف. نحن طالبنا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتشكيل لجنة تحقيق متوازنة نزيهة ومحايدة للتحقيق بما جرى. تشاور الحلفاء روسيا وإيران وسوريا تقليد ثابت على مدى السنوات الست من عمر الأزمة السورية، وعندما يلتقون مجددا هذا يثبت متانة الحلف بينهم. هو لقاء لضبط عقارب الساعة بين موسكو ودمشق بعد العدوان الأمريكي، كذلك لطمأنة السوريين بأن روسيا لن تسمح بتكرار العدوان. سلام العبيدي، موسكو. الميادين.